على تل يشرف على مدينة بيرزيت شمالي رام الله، وضع حجر الأساس لبناء المتحف الفلسطيني الأول. متحف خطط له أن يقام على أرض مساحتها 9000 متر مربع، سيضم في جنباته صالة للمعارض المؤقتة والدائمة، ومسرحا ومكتبة ومرافق عامة. وراح يكون مشروع مجهز بكل التقنيات الحديثة حتى نقدر ننقل ما يعرض داخل المتحف إلى الخارج، وراح يكون له شبكة من المتاحف الأخرى في بلدان عربية مختلفة مثل الأردن ولبنان وغزة، ويعني متحف نتواصل فيه مع شعبنا، وهو يشمل التراث القديم ويشمل التراث الحي، يعني التراث الحالي. جاءت فكرة المتحف عام 97 بمبادرة من مؤسسة التعاون لتخليد الذكرى 50 لنكبة فلسطين آنذاك، ومن رحم هذه الفكرة سيولد هذا المتحف الذي سيواكب ويرصد تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويشكل حصانة للموروث التاريخي والثقافي والفني الفلسطيني الذي يعتبره الفلسطينيون عرضة للطمس من قبل إسرائيل. هذا المتحف سيحاول طبعا الرجوع للتاريخ، الرجوع للإنتاج الثقافي والفكري والأدبي الفلسطيني طبعا بفترة القرنين الأخيرين، ومنها بده يبدأ يطرح هاي المواضيع للحوار والنقاش، لمحاولة معرفة قضايا أساسية منها الهوية، منها علاقة الإنسان في الأرض، منها الشتات، قضية الشتات وإلى آخره. ومن المنتظر أن يجعل الفلسطينيون من محتويات المتحف جسرا ثقافيا مع العالم الخارجي، وبابا لفتح آفاق مستقبلية للأجيال الفلسطينية القادمة. ويعتبر الفلسطينيون مشروع هذا المتحف مهمة وطنية لا تقل أهمية عن مهمة سفير دولي عابر للحدود الجغرافية والسياسية للحفاظ على الفن والتراث والثقافة الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني من خلال شرح محتوياته داخليا وعالميا. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من مقر المتحف الفلسطيني بيرزيت.